مانشيت بعنوان وفاة الفنان نهاد طرابي في باريس ومرض السكري أفقده النظر. لا صحيح أنه الفنان نهاد طرابي فقد نظره؟ هيدي أول شيء كذبة عفوا، لأنه مش معقول نحن نخلي نهاد يسافر على باريس لحاله ولا سمح الله فاقد نظره. نهاد راح بصحته الكاملة على فرنسا، والسكري بالعكس، نهاد السكري ما ضايقه بالحياة، بالعكس نظم له حياته، لأنه السكري بده نظام بالحياة وبالأكل. صح إيه؟ فشو الحاسة اللي خلت يصير معه مرض السكري؟ الأردن، أكسيدون الأردن. شو صار؟ لما كان بالأردن عملوا أكسيدون، كسروا ضلوعه نهاد، وكان صهري ريمون كنعان أستاذ المدرسة كان معه، وكان معه شاب من بيت البشابشي من إربد، إجا على لبنان. من بعد منها إجا لعنده جورج يزبك، قال له بدنا نروح على باريس. نعم، وهيك بلش مشوار باريس، مشوار الفني.